هالمرة بقذارتها فيها تنزل لأي مستوى. يا ريتني كنت موجود، ما كنت خليت سافيتري تشوفهم لحالها. بس استاذ سراج، هالمرة على القليلة كانت شجاعة وما خافت وما غلطت ووقعت بفخها، هي هربت منها. بس هذا بفضل إيشكي، لولاها هي ما حدا كان عرف شو ممكن يصير بسافيتري. ست صار لها هي مشكلة من الماضي وما في داعي نحكي فيها ونعيد. فعلاً إنك وحدة كتير طيبة، قبلتي ببنت أقل مستوى منك بس لأنه حفيدك اختارها. عن جد إنه عندك قلب مثل الذهب. لا، قلب من ذهب صافي 100%. لهذا السبب بس حضرتك كنتي كتير كتير لطيفة معهم، بس برغم كل هاد بيضلوا مجرمين بحقك. ها ريا، نحنا لازم نروح. امشي عمهلك ماما. عفكرة خالي سار، لأنا بتفق معك بهالحكي. الست دورجة فعلاً قلبها كتير طيب، لهيك هي وافقت إنه إيشكي تصير كنتها. صح، كيف صحتها هلأ؟ كيف عرفتي إنه كانت تعبانة؟ شفتها اليوم بالمشفى مع خالتها ووحدة تانية ما بعرف. هي عاشت بمصحة عقلية وقضت سنين هنيك بسببها، ما رح اسمح انه توقع بفخ هديك المرة مرة تانية. وانا لازم اتعامل معها هلأ بطريقتها. هي لازم تفهم انه الست سافيتري مانا ضعيفة ووحيدة مثل قبل. هلأ سيد سراج، بتمنى انه هالموضوع ما ينتهي بغلطة كبيرة، لان هي وإشكي رح يعانوا كتير هيك. انا متأكدة اني شفتها لإشكي وكانت مبينة تعبانة. تعالي ريا، امشي. لك يا حبيبتي، تعالي، رفقاتي ناطرينا. يلا يلا تعالي. إشكي إمتى راحت على المشفى؟ ومين المرة اللي كانت معها؟ عن جد زوجي غريب، بحاكيني وما عاد ببين. ليش كتير عتمة هون؟ رومانسي صح. انت عملت كل هاد؟ هاد إلي؟ اليوم رح تشوفي قديش أهان مالهوترا شخص رومانسي. اليوم رح خليكي تقولي إنه زوجك أكتر رجال رومانسي بالعالم. خليني روح هلا بشوف. بس أوعك تجربي مدام مالهوترا. ليش راحت إشكي على المشفى؟ أهان عرف بهالشي؟ وإذا عرف ليش ما جاب لي سيرة؟ مين بيكون هذا؟ ليكي كأنه جاي لعنا. شوفي عمتي، هداك الرجال عم يطلع فيكي.
ماي جاد، بتمنى يعمل لنا شوية أكشن. أهانا خليني روح. خليكي بشرط إنك تقولي عني إني كتير رومانسي. وإذا ما قلت لك؟ وقتها لازم أثبت لك. كيف بقى؟ بإني بوسك. عن جد إنك واحد ثقيل. ما بتتسمى قلة أدب، بتتسمى رومانسية. أنت مانك أهم. بعد ما شفتك أنا تغيرت. وهلأ قليلي رح تبوسيني أو تقبلي بإني أنا رومانسي؟ خالتي؟ للمرة الأخيرة، يا أما بتقبلي بإني رومانسي أو بدي اضطر أثبت لك. I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, أخي ولك تضرب أنت وأخوك. ايه ليش ما عم ترد على موبايلك؟ ستك عم تدق لك. حاطت موبايلي صامت. شوفي ستي، وقفوها الشرطه. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.